أفضل درجة حرارة لمعيشة طيور الزينة هي من 18 ل25 درجة مئوية، تزيد أو تنقص قليلا، والأهم هو تثبيت الحرارة عند حد معين وعدم تعريض الطيور لتغيرات حادة ومفاجأة في درجات الحرارة. وبالنسبة لتدفئة الطيور عند انخفاض درجات الحرارة، لا ينصح أبدا بمدافئ الحطب والمدافئ النفطية لما لها من أضرار وقد تسبب موت جماعي للطيور لا قدر الله، وحدث هذا مع كثير من المربين. وإذا لم يكن الجو باردا جدا فالطيور يمكنها تحمل بعض درجات الحرارة المنخفضة بشرط عدم انخفاضها بشكل مفاجئ، ويكفي أن نهتم بعدم تعرض الطيور لتيارات الهواء القاتلة وإغلاق كافة المنافذ التي قد تعرض الطيور لهذه التيارات. وإذا كانت الحرارة منخفضة عن اللازم يمكنك تغليف القفص بالقماش ما عدا وجهة القفص، وإذا كان القفص في مكان مكشوف يتم تغليفه بالنايلون الشفاف مع مراعاة ترك بعض الثقوب للتنفس وترك مكان المأكليات والمشربية ليسهل عملية تنظيفهم. وهناك أيضا يجب أن يكون مصباح كهربائي يعمل على توليد الضوء والحرارة في آن واحد، ويمكنك تزويد القفص بواحد منهم وتقديم الأغذية التي تزيد من حرارة الجسم وتحافظ عليه. بالنسبة للأغذية التي تزيد حرارة الجسم، التمر والزبيب والتين المجفف والزنجبيل والفلفل والعسل والبرتقال والسمسم وبذور الشوفان وبذور البنجر وبذور اللفت وبذور الكركم. وإذا كان لابد من استخدام المدفأة فيجب استخدام المدفأة الكهربائية. وشكرا للاستماع.